التعود على فقدان الشعور. مجال التطبيق مهنيون، عمال مستقلون، اشخاص غير مقرر الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفهاد الناس اللي هما الاخيرين هما فين كاينين الناس اللي هذه الفئه ديالكم انتوما اللي خدامين مع هذا ان شاء الله. غادي نهضر بعد ذلك على المقاومين الذاتيين، اشخاص غير مقرر الذين يزاولون نشاطا خاصا، كالمقاومين الذاتيين حسب الدور القانون رقم 13 و14 متعلق بنظام المقاومين الذاتي. وكل شخص من اجيال يمارس الانسان الخاص نشاطا مضيفا للدخل كيفما كان من ابعاد النشاط او الدخل، سواء يتوفر على محلهم من زوجه نشاطه او يتوفر عليه، بما فيهم اشخاص الخاضعين للضريبه على الدخل حسب نظام مساهمه مهنيين وحاله. هاد الناس مناش غي شنو طبيعه الاستفاده ديالهم؟ مناش غي يستافدوا، هما كاين واحد المجموعه ديال التعويضات اللي يستافدوا منها. غادي نتكلموا على يعني التغطيه الصحيه. شنو التغطية اصلا؟ طبيعه التغطيه الصحيه نظام اساسي واجباري من نفس الامتيازات نظام تكوين اجباري اساسي على المرض بالنسبه للاجراء والقطاع الخاص. يعني ان انتم كفئه اللي غتدخلوا هذا النظام ديال التامين الصحي غادي تكونوا كتعاملوا بنفس الشكل اللي تتعاملوا به الوزراء ديال القطاع اللي يخدموا في الشركات اللي سون ديكلاري عند لي زاكين عند لي سوسيتي بنفس الامتيازات نفس سله العلاجات نفس يعني جميع الامتيازات اللي كيتوفروا على هاد الناس كيتوفروا على الانسان. يعني بما فيها سله العلاجات يعني فيها استفاده من اولادكم انتوما والوليدات ديالكم والازواج ديالكم وكل شيء. دونك المستفيدون من التغطيه العمراء والوزراء الخاضعون للنظام المستفيدون من المعاشات اللي باقا من بعد ان شاء الله من استفاده من المعاشات، ولكن استفاده من التغطيه الصحيه من ذوي حقوق الزوج والزوجه والاولاد متخفل بهم اذا كانوا في العمر 21 سنه على اكثر ولا 26 سنه اذا كانوا متابعون دراستهم وغير متزوجين. ومدى الحياه بالنسبه للاولاد ذوي احتياجات خاصه، يعني ان الاولاد ديالكم غادي يستافدوا في هذا الاطار. دايرين تقراو حتى 21 عام من التغطيه الصحيه اللي مازال تيقرا وما مزوجش حتى يكون تيوصل 26 عام، واللي عنده احتياجات خاصه مدى الحياه عنده استفاده من التغطيه الصحيه. سله العلاجات في نفس سله العلاجات المقدمه في نظام العلاجات هي نفس سله العلاجات المقدمه في نظام تكوين اجباري على المرض في الوزاره. وتضم العلاجات المرتبطه بالاستشفاء كيمشي للسبيطار والكلينيك والعمليات الجراحيه يعني وكذلك العلاجات الفنية ما فيها علاجات الفم والأسنان. هادشي كله فيهم في هاد التغطية الصحية. وكاين هنا مثال ديال الاستفادة. شحال غادي تستافد؟ مثلا السيد مشى مثلا دار واحد لقط ميديكال ولا هذا دار واحد يعني مشى عند طبيب ولا مشى عند واحد المستشفى ولا واحد الكلينيك ودار واحد لقط. شنو هما الاستفادة اللي غادي تستافد؟ نسبة التعويض، نسبة التعويض عموما كتكون 70% بالنسبة لجميع أنواع العلاجات الطبية على أساس التعريفة الوطنية المرجعية. كاينة واحد الطريف دو ريفيرونس اللي كاينة مديرها الوزارة ديال الصحة مديرها لانام يعني الوكالة الوطنية للتكميل الصحي على المرض كتقول بأنه على الأقل 70% اللي غادي ترجع في روسي. أوكي اللي ما بين 70% حتى 100% هذه بالنسبه لي عندنا مرض مزمنه. اذا كان الانسان عنده مرض مزمن لوطو يعني اذا دروا مرسوم هذاك النسبه اللي كان رجعوا في التغطيه الصحيه تيزيد كيتزاد قد ما كان الانسان عنده مرض قد ما تيتزاد النسبه ديال التغطيه الصحيه. 70% الى 100% بالنسبه لي مرض مزمنه، 90% بالنسبه للعلاجات المقدمه في المؤسسات العموميه ديال الامراض المزمنه. الانسان اللي تيمشي مثلا للسبيطار 90% بريونشور
100% مثل الامراض المكلفه المتعلقه بزرع الاعضاء الكبد والقلب والكليه عدسه العين والنخاع الشوكي هذو كيمشيو يعني حتى 100% ديال الرومبورسمون. طرق التغطيه التحمل المباشر عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعني كيفاش غنكمل السير؟ انت مثلا دابا شفتي خلصتي لا كونتينيسيون ديالك، خلصتي هذا الاشتراك التكميني عند الضريبه، كيفاش غيمكن لك تسير؟ كيمكن تسير عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انه اما عن طريق التحمل بريزونسون، ان تجي وتتاخذ من بريزونسون، اما كتمشي البريستاتير دو سوا عندك السيد اللي تعرف كيف الخدمه الطبيه تمشي عندو وتهو في فورماسيون الوطني للضمان الاجتماعي، بيان سور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داير القنوات ديالو باش يتواصل معاهم في اطار لا دي ماتيرياليزيون لا يعني اوتوماتيكمون، فكيفيكتو هذاك الكلينيك ولا هذاك يعني البريستاتير اللي تعرف هذه الخدمه تيصيفط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحد طلب ديال بريزونتاج ديال التحمل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تيجاوبو 24 ساعه الى يعني الاكثر 48 ساعه تيكون جاوب الوغ. فكيكون عاود الا ما درتيش هاد العمليه مثلا مشيتي وخلصتي عند هذاك البريستاتير، كيمكن لك الاداء المشروع من طرف المؤمن على الاحتفاظ بحقية استرجاع تلك المصاريف عن طريق تقديم ملف التعويضات. كتمشي كتقدم على الملف ديالك، كيعمرو لك تجيبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحطو يرجع لك المصاريف اللي نتا في اطار النسب اللي هي اللي كنا تكلمنا عليها. بيان سور اي تعويض يكون عنده واحد كنسميو حنايا بيريود دو ستاج، واحد الفتره ديال التمرين، انه الانسان اللي يستافد واش على هذا الشهر اللي يستافد ولا على هذا الشهر. حنا عندنا واحد المجموعه ديال مثلا التمرين مثلا في التعويضات العائليه خاصه ان بيريود دو ستاج ديال 6 شهور تقريبا، عاده كيبدا الانسان يستافد في مثلا في لامو في التحميه الصحيه على المرض عندنا 3 شهور، يعني كيكون واحد لا باز باش يمكن لي ديسان. لا ميم شوز عند الاخوان هنايا اللي غادي يستافدوا المستفيدين من هذا التعويض ومن هذا القانون، هو انه غادي يكون ما بين رغم عندنا هنا 6 شهور، انه ما بين 3 شهور يعني ما تسناش انه يخرج القانون اللي غادي يحدد لنا شنو هو لا بيريود ديال ستاج. المزايا ديال هذا النظام، هذا النظام ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المزايا ديالو ان التغطيه كتغطي الامراض المكلفه بدون صرف، يعني ان الانسان مثلا عنده واحد في ان كونسيبت، ملي كتمشي عند شركه ديال التامين مثلا ولا واحد الناس اخرين اللي هما تما كيخدموا في هذا الميدان ديال التامين الصحي، كتمشي عنده تيدير معاك ان كونتر تيقول لك غادي تخلص كذا وغادي تستافد كذا الى صرف كذا. شنو هو هذا الدار الاجتماعي؟ ما كاينش بلافون يمشي معاك الى اقصى الحدود، وكاين الناس اللي وصلنا معاهم الى مبالغ اللي ما يمكنش تخلوها، يعني مثلا الناس اللي داروا زرع ديال النخاع الشوكي وداروا زوبيراسيون ديال القلب وديال الراس وديال واحد المجموعه ديال الامور، توصلوا معاهم الى مبالغ كبيره، وما كاينش صرف، لا يعني ما كاينش صرف نهائي. تغطيه جميع الامراض اللي فيها امراض سابقه التي تخوضوا العمل العالي باش تجيب النظام. فيما يخص الناس الاخرين اللي كانوا تي مثلا لي زوف انترفيو، الناس المتدخلين الاخرين في النظام ديال التامين الصحي كانوا تيقول لك كاين بلافون وكاين لون تيرويتي دو لا مالادي، تيقول لك لا انا ما غاديش نقدر ناخذ لك هذا المرض، انت مثلا في لو كونسير خلي الكونسير ما غاديش جي تي بي غادي يعني ناخذ عندك الحاجه اللي جات من بعد، انما تو سكي اونتيريور لا دات ديال كونتراكسيون ديال هذيك الكونتاك يعني اللي قبل من انك جيتي ودرتي هذيك الكونترانس هذا، انا ما غاديش ليا ناخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندنا شي حاجه نهائيه تقضي جميع الامراض اللي فيها امراض سابقه لتالي الخضوع العامي او الاجير للنظام، يعني جيب اي مرض ضعيف خط، كنا كنقولوا ديال بيان سور ضعيف خط اي واحد، ولكن اي مرض يكون عند الانسان تياخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون ضعف. كلما كان المرض مكلفا كان نسبة التعويض أكثر، كما تستطيعون أن كيفما كان المرض يعني صحيح كيفما النسبة ديال استرجاع ديال التكلفة تكون كبيرة.
تفعيل التغطية الصحية لخاضعين الضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحد. هذا دابا هذه النقطة اللي غنهضرو عليها هي أهم نقطة قادمة، لأنها هي اللي تكتب لينا كيفاش غيمكن لينا حنا كهذا القطاع ثم كهذا القطاع كيفاش غيمكن لكم تفاعلوا مع الضريبة ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه غادي نستشيروا الانتباه فيها. أمر هنا كيف تتم عملية التسجيل؟ عيب بين قوسين، هو كان من الأحسن أنه الأخ ديال الضريبة يكون هو الدخل قبلني باش يكون الفاز الأولى على الدخل الفاز الثاني، حنا متكاملين في العملية. دونك إذا لاحظتوا كاين شخص خاضع لنظام مساهمة مهنية موحد، هو الديبار هو الأول هو أنتم. هذاك الشخص كيبعث الإقرار بياخذ المعاملات ديالك، كيبعث لها الدار المدير العام للدار. دابا هذا العام راه باقي وكيلا ما كاينش هاد القضية، العام الجاي إن شاء الله غتكون هاد الإقرار يعني مديرية الدار تستخلص من عنده ديك الاشتراك التكميلي ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكتحط واحد اللوائح ديال هادو الناس اللي أداو هذاك الاشتراك. كتعطي الصندوق هذه حق الأشخاص الخاضعين للمساهمين، كتعطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كتصيفطها لينا حنايا عند القنوات ديالنا بيننا وبين الإخوان ديال الضرائب، أنه كيتم الافتحاص والتدقيق في هذيك اللائحة. علاش؟ حيت كاين بعض المرات واحد الإنسان اللي ما عارفش كيمشي كيخلص الضريبة ديك المساهمة التكميلية، ولكن من فنعرفوا بان عنده هو ديجا واحد التكميل، فما يمكنش فيه يكون خاضع لتكميل جمرات وتقطع عليه جمرات. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يدير هذاك الفحص، فيه واحد المجموعه ديال المتدخلين بما فيهم اداره ديال العمل الوطني بما فيهم، غادي يدير واحد الفحص وغادي يخرج لينا جميع الاخوان اللي عندهم ديجا واحد التكميل، فغادي يتسلم من هذه اللائحه اللي لما تكون صفتنا المديرية ديال الدار. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غادي يدير يرد اللائحة النهائية للمهنيين مع تحديد الخاضعين لنظام التغطية الصحية وغير الخاضعين. دونك غيقول لي هاد الناس راهم خاضعين، هاد الناس راهم ما خاضعينش، لأن كاين عندهم إما تكميل إما يعني المهم عندهم شي حاجة اللي تتخلي أنهم يكونوا خاضعين رغم أنهم تداو. المشكلة ديال الرومبورسمون هذه غادي تكون من بعد.
الوطني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي يعني هذا كله دابا هنا في هذه الفاز كامله في هذه المرحله كامله زدنا من الشخص المستفيد المدير ديال الضرائب العلاقه ديالو مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه علاقه بغينا نقولوا فيها اداري يعني فيها متدخلين حتى لحد الان فقط اداره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع اداره الضرائب. دابا غندوزو المستفيد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المستفيدين غادي توصلنا للضرائب الدائحه ديالهم غادي توصلهم دعوه ديال النهائيه القضيه التخطيطيه الصحيه لاجراء تسجيل على الموضوع الالكتروني. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شنو دار في اطار السياسه العامه ديال بلادنا اللي هي ديماتيكاليزاسيون ديال لابوغاسيون يعني ان ما تبقاش مباشره ان الانسان يمشي للادارات ويمشي هذا ومع المرض فيكم شي في مناطق اللي هي نائيه ويدخل في بلاصه ويدخل ديال الكونترات ديال الوظائف. انا في الموضوع ديال الضمان الاجتماعي غادي نوضح عنه الاشارات هذه الفئه واحد البوابه الالكترونيه اللي من هنا غادي يتم التسجيل ديال وليداتهم وديال الزوجات ديالهم وديال ذوي الحقوق ديالهم. يعني هما غادي يقوموا بالتسجيل ديال وغادي يكون هذه البوابه غادي تمكنهم انهم يدخلوا المعلومات ويسكانيو لي دوكيمون الوثائق ديالو مثلا لاكارت ناسيونال ديالو لاكارت ناسيونال ديال الزوجه ديالو يعني يعني عقد الزواج يعني في مجموعه ديال يعني غادي تكون هذا الوثائق تكون توصلوا بها او ديال غادي يدخلوها وتوصل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كثير من الاوراق اللي توصلتو غادي يكونتروليهم غادي يشوف انه التسجيل اللي كان ديال هاد الوزراء باش الله يجازيك بخير دابا اليوم الجمعه دونك هذا عندك دونك غادي هاد البوابه غادي تمكنكم انكم ديروا هاد العمليه هذه ومن بعد غادي توصل هذاك الاجير هذيك الفئه ديال المستفيد غادي توصل بواحد الكود النمره ديالو غادي يوصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبواحد الكود باش يمكن يدخل ديك البوابه ديالو شخصيا. هنا بلا ما نتكلم على هذا الجدول لانه هذا الجدول في الضريبه دونك غادي يخرج الضرائب في المغرب. شكرا سي المدير الصندوق الجمالي السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية أود أن أتقدم باسمي واسم المدير الإقليمي للضرائب الجديدة سيدنا المرحوم. تحية السيد العامل اللي اتاح لنا الفرصة باش نتلاقاو مع التجار والمهنيين ديال إقليم سيدي بنور ونتواصلوا معاهم لشرح تدابير الضريبية الواردة في القانون المالي برسم سنة 2021. كان من القرار أن الأول ولكن السيد عامل على حق لأن الهاجس ماشي ضريبة
الهاجس هو بالفعل هو الهاجس الاجتماعي كما اشار الى ذلك السيد ممثل سانساس. اذا في هذا العرض غادي يكون مبسطه نظرا لهذا الوقت باش تفتحوا المجال الاسئله اللي كتجي لي مهمه بالنسبه للتجار والمهنيين. كتسقيط القانوني راه كاين راه موجود والهاجس بالنسبه للمهنيين والتجار ماشي هو القانون وهو كيفاش غادي تشاهد هذه التدابير الجديده اللي جات في القانون المالي في سنه 2020 كما اشار الى ذلك السيد علي. ف هذا الهاجس الاجتماعي كان مشروع مدني وكان بناء على عده طلبات ديال المهنيين باش ينخرطوا في التغطيه الصحيه. اذا في البدايه ساقوم بعرض برنامج العمل سيشمل نظام المساهمه المهنيه الموحده مجال تطبيق نظام المساهمه المهنيه الموحده. النقطه الثانيه تتضمن كيفيه اكتساب المساهمه المهنيه الموحده. في النقطه الثالثه سنتطرق الى الالتزامات المتعلقه بالاقرارات. في النقطه الرابعه الالتزامات المتعلقه بالاداءات. خامسا الاجراءات الواجب اتباعها من اجل التصريح والاداء لسنه 2021. اذا شكون هو المعني بهذا النظام؟ مجال تطبيق نظام المساهمه المهنيه الموحده الاشخاص المعنيون هم الاشخاص الذاتيين المحددين دخولهم النظام ربح الجزائر قبل سنه 2021 كما كانت تتبعه التجار الصغار والمهنيين والحرفيين أن هذا نظام الربح الجزافي فهو نظام كان يخلي المفتش سلطة تقديرية. كيفاش كيخلي ليه سلطة تقديرية؟ كان من كيجي التصريح ديالو كان كيدير فيه كيحدد فيه المعاملات ديالو اللي من بعد المفتش كيبان ليه بأن هذاك الرقم مثلا ما كيكونش خاضع للضريبة دونك كاش كيدير فيه كيحسب ليه على اساس القيمه الكرائيه. القيمه الكرائيه ديال المحل التجاري هو واحد الكوفيسيون اللي محدد بالقانون اللي من 0.5 ل 10 يعني المنتج كان يقدر يقرر طالبا بناء على القيمه الكرائيه هو واحد المعامل يقدر يضرب 0.5 كما انه يقدر يضرب 10 يعني ما كانش حريه ديال تحط الرقم الاعمال ديالك كما هو في هذا النظام الجديد ديال نظام المساهمه المهنيه الموحده. شروط تطبيق نظام المساهمه المهنيه الموحده. دونك كاين هناك شروط ان لا يتجاوز مبلغ الاعمال السنوي المحقق 500,000 درهم بالنسبه لمقدمي الخدمات. وان لا يتجاوز مبلغ رقم الاعمال السنوي المحقق 2 مليون درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية التجارية والأنشطة الحرفية. فهاد الفئة اللي فيها والدينا فيها خوتنا وهي هي الأكثرية اللي كاينة في اللي عند إدارة الضرائب هي اللي كتخلص الضرائب بناء على رقم الأعمال المحدد أو بناء على القيمة الكرائية. بالنسبة للمهنيين الآخرين كانوا كيديروا الكونطابيليتي ديالهم يعني كان كيحط لنا الشفر دافير ديالو وكيحيد منها كاع الخسائر ديالو اذا كان جا واحد البينيفيس. دونك هاد المشروع المجتمعي اللي جا ماشي الهاجس ديالو هو الهاجس الصحي، الهاجس ديالو هو الهاجس الاجتماعي باش تشمل التغطية الصحية جميع المهنيين والتجار والحرفيين الصغار. والاهم في هذا الشيء كامل هو الانخراط في نظام التامين الاجباري عن المرض وفق النصوص التشريعيه والتنظيميه جانب العمل كما افاد في شرحه السي جمال رئيس مدير ديال السنسات.
دونك حنا غادي نشوفوا كيف كيفيه اكتساب المساهمه المهنيه الموحده. تتكون المساهمه المهنيه الموحده من عنصرين: الضريبه المنطبقه للدخل المهني رقم الاعمال المحقق فوا المعامل فوا 10%. بالنسبه لهذه السنه اللي هي سنه استثنائيه اللي غادي اداره الضرائب، كيفاش نسبت لكم رقم الاعمال؟ رقم الاعمال حدته هذه السنه بناء على الضريبه اللي كانت خارجه العام اللي فات زائد الرسم المهني زائد رسم الخدمات الجماعيه بالنسبه للناس اللي كيكونوا من المحلات التجاريه ديالهم. الواجب التكميلي، دونك غادي نشوفوا الطابلو ديال الواجب التكميلي كيفاش الحساب ديالو. دونك بالنسبه للناس اللي كانوا كيتخلصوا ضريبه اقل من 500 درهم عندهم يا اما المساهمه التكميليه غادي تكون عندهم اختياريه، يا اما يختاروا يخلصوها ربع سنويا ولا يخلصوها في مره واحده. دونك الا كان تيخلص المهني ولا الحرفي اقل من 500 درهم دونك فعندو 1200 درهم في العام، هذه كتشمل ليه التغطيه الصحيه ديالو والزوجه ديالو وليداتو. وكاين دونك هاد البريد هذا راه على حسب الحساب، الا شفتو على حساب مبلغ الضريبه راه الضريبه من 500 ل 1000 تيخلص 1560 درهم، من 1001 حتى 2500 تيخلص 2280 درهم، الى اخر الضرائب اللي تيخلص ما فوق 50000 درهم غادي يخلص مساهمه في الصندوق ديال التغطيه الاجتماعيه ب 14400 درهم. دونك كما اشرت الى ذلك، فالمساهمه المهنيه الموحده هي رقم الاعمال فوا المعامل. دونك باش نشرح هذه النقطه، هذه رقم الاعمال فوا المعامل. دابا كيفاش كنحددوا الضريبه؟ ما كنهضرش على هذا العام، على السنوات الماجيه، حيت هذه السنه استثناء خذات اداره الضرائب ضريبه اوراق بروفيسيونيل وضريبه النظافه باش يسد بها فين غيطيح الملزم باش يخلص الواجب التكميلي. بالنسبه للسنه القادمه ان شاء الله راه المهني ولا الحرفي هو اللي غيحدد شي الظفر ديالو، هو ما كاينش، ما دخلش في عالم المفتش، ما كايناش نهائيا السلطه التقديريه ديال المفتش، غادي يحدد هو رقم الاعمال ديالو بناء على الرواج. واش كيعنيو رقم الاعمال؟ دابا اي واحد راه كيعرف شحال الرواج ديالو ديال العام، في الاخر كيحسب شحال ديال الرواج دار. كاين واحد المعامل كيتصدر، حيت ما يمكنش نطبقوا الضريبه على لو شيفر دافير ولا الرواج، كناخذوا واحد المعامل، هذاك المعامل ماشي اداره الضرائب اللي محدده، كيجينا كل سنه من كيجينا في الاخر ديال المدونه العامه للضرائب اللي كتحدد كل مهنه وكل حرفه شحال المعامل ديالها، يعني نسبه الربح. بحال مثلا انا نعطيك غير مثال للمقطع، الى حسب الشيفر دافير ديالو ديال العام عنده 8% ديال الربح، هذه 8% ديال الربح هي اللي كيتحدد عليها كفر في 10% باش تعاود بصح. دونك مثلا الفقار باش نكونوا واضحين، كيحدد رقم الاعمال ديالو، كيتصرف في هذاك المعامل ديال 8% اللي حدها وزاره التجاره والصناعه هو 10%، هذا هو المبلغ اللي غادي يخلص ديال الضريبه، غادي يزيد عليه الواجب التكميلي اللي كنا اللي كاين في الضريبه هذا. ربما غادي من بعد نفتحوا باب التساؤلات باش نزيد نشرح حيت هاد دونك كيف استثناء المساهمة المهنية الموحدة؟ دونك قلنا راه استثناء هذا العام المساهمة المهنية الموحدة كتساوي ضريبة على الدخل زائد الرسم المهني زائد رسم الخدمات الجماعية، غير كنمشي بأن الرسم المهني راه صحيح ما بقاش رسم مهني نهائي، العام الجاي ما بقاش خرج رسم مهني، غنخدم تخرج لكم المساهمة المهنية الموحدة اللي كيحددها التاجر، ما كتحددهاش الإدارة الضرائب، ما تدخلش معاك غير هو بالمقابل ديكلاراسيون سبونطاني
اتحاد المرأة الإذاعة الغرب هو الطمور، يعني ستار راجع هذا كل سيمتو غير هو إلى الإذاعة ما عندهاش باش كونترولي هادشي في الظافر، راه دونك الإصدار مثلا التقرير راه سليم وصحيح وزيد 100%، ما يقدرش يقول لك لا خصك تخلص الدرجة، أنت اللي كتحل الشيء في الظافر ديالك غير هو باش تنجح هذا الورش المالي المجتمعي باش تكون تغطية صحية ديالها، إذا ضارك كانت مواجهة باش تواكب بالإضافة إلى إدارة أخرى تواكب بالمهنيين وتختار وكذا تنزلها. كاين واحد المثال ديال عندنا مثلا مواليد الطاكسيات، مثلا مثال بسيط هذا اللي كاين عندنا هنا معكم ديما، عندنا مثلا الضريبة على الدخل ديال مواليد الطاكسيات بنسبة زيرو، ما كاينش شي طاكسي كتخرج ليه الضريبة على الدخل نهائيا، عندهم الرسم المهني، عندهم 300 درهم. دونك كيفاش كنحسبوا ليهم مجموع الواجبات ديال 300 درهم، دونك الضريبة على الدخل المهني 300 درهم، ملي كنشوفوا 300 درهم الا شفنا في الغريب 300 درهم كيخلص 1200 درهم ديال التغطيه الصحيه، دونك المساهمه المهنيه الموحده هي 1500 درهم. دونك بالنسبه للالتزامات المتعلقه بالاقراص يتعين على القاضي وفق نظام المساهمه المهنيه الموحده اذا اقرار سنوي برقم الاعمال المحقق المطابق لكل نشاط او ميناء مزاولة قبل فتح أبريل من كل سنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيقها من العمل. غادي نمر للنقطة الأخيرة هو الالتزامات المتعلقة بالأداء، دونك يا إما الملزم بالفعل مرة واحدة دونك قبل مثالي 3 أبريل يدفع المساهمة ديالو، ولكن يختار الدفع واحد سنوي، شهر 3 شهر 6 شهر 9 شهر 12. وباش ندخل مجال الاسئله اللي كنظن هي غادي تكون مهمه باش نزيدو نشرحو للتجار والمهنيين في المزيد من الشرح، دونك اللي بغا يطرح شي سؤال مرحبا. شكرا جزيلا. شكرا للسيدين المديرين على العروض الشامله والكامله لهم حول اهميه واهداف هذا المشروع اللي هو مشروع مهم بالنسبه للفئه الاوليه وهم انتم التجار والمهنيين، وسوف يعمم هذا المشروع في من 2025 وغيدخل حتى التقاعد ان شاء الله. في هذا الاطار هذا غنفتحوا واحد اللائحه، لكن بعض التساؤلات لبعض الشروحات، لان هذا المشروع هذا جاء نزولا عند طلب من رغبه المهنيين والتجار على حسب ما جاء على رئيس غرفه التجاره والصناعه البارح، تيقول لك اودي انه كان ثم التجار والمهنيين طالبت باش تكون ضريبه واحده، وكنت كنطالبوا بالتغطيه الصحيه. هذا المشروع هذا وفيما يخص هذه المراجعه ديال الضريبه باش يكون هاد الشقين في هاد المساهمه الموحده، كانت مناظره ديال حول الضرائب على تحسين الضرائب اللي كانت دازت في 2019 ياك، في 2019 في الصغيرات، وكنت من بين الطلبات هذا الطلب باش تكون ضريبه واحده وتكون التغطيه الاجتماعيه. وهنا بغيت نقول بان مديريه الضرائب هنا كدير غير التحصيل، واليوم اصبح الاختيار، لان قبل كان تيجي المفتش وكيدير لك ربما كيدير واحد ليستيماسيون واش كبيره ولا قليله ولا صغيره ولا هذا، وكيدير لك داك الجوزافيه. اليوم انتم اللي كتقرروا، انتم اللي كديروا الشيء في الضفير ديالكم من رؤوسكم، انتم اللي كتدخلوا. وغادي انا كنطلب من الاخوان ديال الضريبه ولا ديال سي ان اس اس باش يخليو شي خليه خاصه بالتواصل معكم حتى تهضموا هذا المشروع هذا مزيان، وغيتبقى الخليه مستمره على طول السنه على طول باش في التواصل دائم معكم. وفي هذا الباب هذا انا حتى لا اطيل عليكم غناخذوا شي جوج ولا ثلاثه ديال التساؤلات نظرا لضيق الوقت. إذا كاين بعض التساؤلات لا شي حاجة اللي طرحوها على الإخوان اللي هنا، سواء كان السيد المدير ديال الضرائب أو السيد المدير ديال الصندوق الضمان الاجتماعي، إذا كاين بعض التوضيحات، وأنا كنطالبهم بالله أن عاوتاني يزودوكم بشي
دي فلاير ولا جوج ورقات ولا شي حاجه وفيلغاريزيو هادشي ويعطيوه للتجار باش هما يوصلوه لهاد الناس اللي يوصلوه للتجار الاخرين اللي ما حاضرينش معنا. شكرا. شكون اللي بغى يدخل؟ تفضل اسيدي. اسم كريم. ها الصفه ها حرفي حير تشد خذ خذ الضوء الحرفي عيار احمد. نعم اسيدي تفضل قرب لك الميكرو. الله يرضيك قرب لك الميكرو باش قرب لك هكا قرب لك الميكرو تفضل. الناس اللي خليه حتى باش ما يكونش مونولوج حتى تجاوب من بعدها حتى جبت التساؤلات كلهم قيد قيد داك الشيء السؤال ديالو سؤال وجيه تفضل. شكون شي سؤال شي سؤال شي تساؤل اخر شي امراه شي امراه باش ما يكونش شكون مناصفه شي سيده من السيدات ما كاين حتى شي سيده تاجره هنايا ولا مهنيه ولا شي حاجه ها هي ركينه اي هي كت عطير ابني كاين شي سؤال اخر واحد السيد راه فين هو فوق بسم الله الرحمن الرحيم الاخ عبد الله بركات مستشار وفد السلع التقليديه مشروع كبير للسيد الله يسرو اللي المستوى فيه غادي يحاول باش يهيكل القطاع الحرفي اللي تنتج ان زدتو صناعة تقليدية وغيره وهكذا ومن هذه المناسبة نشكر عليها باهرة لأن المكان عليه المنطقية الصحية وواحد مجموعة من الإقراءات وبهذه المناسبة كنشكر المصالح ديال الدار البيضاء اليوم اللي تعطينا الفرصة اللي نشكر السيد العامل على هذا اللقاء هذا اللي مخصوص اللي حاول باش نستافدوا وغادي نوصلوا لبعض الحرفيين ديالنا ونشكر السيد العامل. شكرا لك. شكرا. كاين شي تدخل اخر تفضل. السلام عليكم. السلام. واسف السلام وصل سيدنا انا واحد الصناعه التقليديه كندير الجلاء ديال الحبه كندير الجلاء مقياس وسطي وكندير الزربيه اللي معايا تا هو واش غيستافد من هذا الشيء ولا انتم في جمعيه تعاونيه كريديت الله يحفظ الجماعه اسمها اللي تايم معنا وعطينا المعطر في الخدمه ناكل لا شكرا 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 لك كاين شي تساؤل اخر يلا نكتفي بهذا القدر هذا ونعطيو تفضل اسي تفضل تفضل جلس جلس ولا جاوب يلا تفضل تفضل بالنسبة للبسعية انت مجبر باش تقيد الناس اللي معاك في السناساس يعني قبل انت ما كنتيش كتستافد من السناساس ولكن الناس اللي خدامين معاك خاصك تقيدهم في السناساس دابا هاد المساهمه المهنيه الموحده جات نزولا على رغبه الناس اللي ما كانوش عندهم التغطيه الصحيه يعني انت كنتي عندك الحق تقيد الناس في السناساس ولكن انت ما كتستافدش دابا هو انت خصك تقيد هذوك الناس في السناساس ما حتى حاجه ما كتمنعك بالنسبه لك انت هاد الاستفاده جات بالنسبه لك انت الشخص الذاتي اما هذوك اللي معاك راه خصك تقيدهم بالنسبه للسؤال الثاني كان بالنسبه للتعاونيه دونك راه جوج سؤال واحد بجوجهم كيهضروا على التعاونيات دونك نطاق التطبيق ديال هاد الضريبه هما اشخاص ذاتيين ماشي التعاونيات التعاونيه ماشي شخص ذاتي فيها مجموعه من الاشخاص وهذوك مجموعه من الاشخاص يقدروا كاين شي انظمه اخرى اللي يقدروا يدخلوا ليها باش يتقيدوا مثلا المقاول الذاتي
بور لانستون هذا النظام هذا جاب بالنسبه للناس اللي ما مقيدينش في التغطيه الصحيه اللي هما المهنيين والحرفيين والتجار الصغار. اما التعاونيات وبالنسبه راه كاين حتى المهنيين اللي بور لانستون باقي ما عندهمش الحق يتقيدوا. مثلا طبيب حيث طبيب كيمارس كيدير المحاسبه دونك ما عندوش الحق يدخل مع هاد الناس هادو. طبيب محامي هادوك يقدروا يختاروا شي نظام اخر. مي بور لانستون هذا النظام جاب بالنسبه للناس الحرفيين البساط. وهذا ورش راه ورش مجتمعي كبير وكنتمنى من الجميع ينخرط في هذا الورش هذا. وحنا راه الابواب ديالنا مفتوحه حتى 12 اللي كنبقاو معاكم هنايا. خدمنا السبت والحد اللي فات ومستعدين نخدموا باش كلشي يستافد من هذه التغطيه الصحيه لان راه ورش صراحه راه في المصلحه ديالكم. راه الهاجس راه ماشي هو ضريبي، راه الهاجس هو اجتماعي. وكنتمنى من الجميع ينخرط في هاد الورش هذا لانه راه فيه مصلحه للجميع. والسلام عليكم. الى كان شي سؤال اخر. شكرا سيدي الوزير على هذه الاجابه الشيقه والمثيره المعلومات اللي وصلت. فيما يخص عليكم في علم الجميل من هذا المشروع فهو بداية سنة 2025 إن شاء الله ومن بعد 2025 غادي يشمل تتقع تقدير بداية 2025 جميع شباب في الشباب كل هي غادي تستافد من أقل مختص دابا غادي تكون الفئة الأخيرة الفئة الأولى وهي ديال التجار والهاربين داخلين بيان سون فيزيك باش تكون عندهم تقدير. والمرحلة الثانية إن شاء الله من 2019 غادي تشكل جميع الأنشطة الاقتصادية ديال البلاد. إلا وكتبقى استمرة كما قلنا لكم أخرى اللي كتبقى مفتوحة ومفتوحة للجميع وهي اللي عنده شي تعاونية وبغي يرجع للتصدير ديال المقاول ديالو راه يمكن يستافد. اللي مزيان في هذا الشيء هذا كله هو شنو هو؟ أولا قبل كل شيء ديالنا دابا داكشي اللي كيستافد به المأجور ديال المقاولة مثلا من التغطية الصحية نفس الاستفادة اللي كيستافد بها تحت المراقبة ديال الإخوان نفس الاستفادة اللي كيستافد بها الشخص ذاتي تاجر ولا مهني ولا شي حاجة نفس الاستفادة كأنه مأجور حتى هو عين ما هو تيكون هو اللي تيخلص على راسو وهذا كتخلص المقاولة اللي كتخلص عليه هذا الجزء. وأعتقد لأن اللي مطلوب من الجميع وهو التواصل مع الاخوان ديالكم الحرفيين وداك الشيء باش نتوما اللي حاضرين نتوما السفراء والانخراط في هذا المشروع هذا لانه مشروع ورش مهم مهم. ونتمنى من الله الخير تحت قياده راشد صاحب جلالنا صلى الله عليه محمد السادس لانه كان الشغل الشاغل ديالو هو باش تكون التغطيه الصحه لجميع المغاربه والناس الاخوان اللي هما في القطاعات غير المهيكله يمكن له يدخل لهذا النظام هذا يهيكل القطاع ديالو يهيكل العمل ديالو ويدخل حتى هو في هذا المشروع هذا. وهذا هو الاهداف من هذا الشيء هذا باش ما يبقاش الانسان لانه كنا معرضين للخطر الله يسهل كنا معرضين للامراض الحياتيه سمت الحياتيه وكتصل واحد الوقت الانسان اللي تيبني يبيع الارض ويبيع الدويره ويبيع هذا باش الدواء. هذا النظام هذا كيضمن الانسان على الاقل الى مشى لعند الطبيب ولا شي حاجه باش يستشفى عنده باش يتعالج. وشكرا للجميع وجمعه مباركه وعشر مبروكه.